النهارده المواقع الاخباريه وبما فيه موقع في الجول نشروا خبر لطيف ونقدر نعتبره طريف، ان مصر بتطمح لتنظيم اولمبياد 2032 علشان تكون اول دوله افريقيه تستضيف هذا المحفل الرياضي الاكبر في العالم. موقع في الجول نقل تصريح المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنه الشباب والرياضه في مجلس النواب اللي اكد فيه انهم أنهوا مذكرة بمقترح لاستضافة مصر لدورة أولمبياد 2032 وأنهم هيتقدموا بها لوزير الرياضة خالد عبد العزيز علشان يوافق عليها وبعد كده يقدموا الملف بصورة رسمية، وقال إن الملف هيكون على استضافة العاصمة الإدارية الجديدة لمصر اللي بيجري الآن بنائها للحدث الأولمبي. والله يعني شيء لطيف وطموح لطيف ومحمود ان احنا يكون عندنا طموح ان احنا نستضيف احداث رياضيه مهمه بالشكل ده، ولكن يا جماعه احنا لسه اصلا كان عندنا مشكله في الاولمبياد اللي كانت في ريو دي جانيرو ولسه ما تابعناش ايه تطوراتها زي الملابس زي البعثه، يعني في عندنا امور محتاجين نتناقش فيها الاول، وفي عندنا امور ثانيه بقى محتاجين نتناقش فيها ان احنا يكون عندنا مراكز شباب رياضه، يكون عندنا استادات مجهزه، يكون عندنا ملاعب موفره للجميع. طيب يعني بنعتمد على العاصمه الاداريه الجديده، يعني انا مش عارف، طب ما نشوف العاصمه القديمه الاول عشان خاطر نوفر للناس اللي موجوده. عموما زي ما اقول لكم طموح محمود، ولكن مع الطموح المحمود ده عايزين كمان خطوات حاليه وانيه.